ورجعنا لكم تاني مع فقرة الحاجات اللي أدمنها المصريين. كل العالم فيه ادمان، ادمان حاجات كتيره قوي، بس المصريين بقى عندنا حاجات مختلفه بندمنها وما بنقدرش نعيش من غيرها، زي مثلا ادمان الرجاله للقهوه، مش القهوه اللي بتتشرب، القهوه اللي بتتراح. في راجل ما يقدرش يروح بيته حتى لو هلكان من الشغل وتعبان وطالع عينه، غير لما يروح يقعد على القهوه ويبقى قاعد بيسقط كده وبينام. المهم ان هو عدى على القهوه ويرجع يروح، كان القهوه دي وظيفه بيمضي فيها ولو ما مضاش مش هيقبض. وفي حاجات تانية كتير، في مثلا البلاي ستيشن، من لما تخش اي بيت تلاقي دايما في شاشه واتنين اتنين قاعدين على الارض، حسب بقى ما اشتروا كام دراع. اللعبه بتيجي بدراع واحد، ممكن يشتري دراع تاني ليها، فتلاقيهم قاعدين واهتمام، وفي فريق تاني قاعد على الكنبه مستني لما واحد من دول يخلص اللعبه عشان يقوم ياخد هو الدراع ويلعب. وعلى فكره بيبقى من 7 سنين لغايه رجاله عندهم 65 سنه، وهي لعبه رجالي جدا ومختلفين الاعمار، واهتمام ايه غير عادي بايه؟ بماتش كوره، بواحد يعني لعبه عقيمه جدا وغاليه جدا تمنك جهاز، واهتمام الرجاله بيها مهتمين بيها قوي، بيقعدوا عليها بالثمن 9 10 ساعات. وفي ادمان التلفزيون طبعا عند الستات اكتر من الرجاله، بس عموما في ادمان فظيع للتلفزيون، واحنا بقى عندنا مشكله ان احنا دي بقت تسليتنا الوحيده، تقليب في القنوات من قناه لقناه لقناه، عندنا استعداد نقعد كعيله كراجل وست، وكمان اولادنا بقوا يقلدونا طبعا، بنقعد ممكن طول النهار وكمان ننام والتلفزيون شغال عشان الصوت وبقينا متعودين عليه. وفكره القرايه انتهت من حياتنا، ما بقيناش الكتاب ده ما بقيناش نستخدمه، ما بقيناش نحس باهميته، كل ثقافتنا واخدينها من برامج ممكن تكون ملهاش مرجعيه وبرامج ملهاش معنى، فبقى عندنا ادمان حقيقي حقيقي للتلفزيون، دي مشكله كبيره جدا. وفي كمان ادمان الكوره، مش احنا طبعا الشعب الوحيد اللي بيدمن الكوره، عشان انا قلت في الاول دي الحاجات اللي بيدمنها المصريين ويمكن ما نكونش اكترهم، بس احنا في الفتره الاخيره تعمقنا قوي في الموضوع، زي حاجات كتيره قوي تعمقنا فيها، وما بقيناش عندنا الروح الرياضيه بتاعت ان ينفع فريق يكسب، لا بقينا تحس ان احنا قاعدين لبعض على الوحده ومضطهدين بعض، وده يضرب في ده وده يعمل في ده، لدرجه ان بقى في ناس بتموت من كتر ادمان الكوره. ويلا بينا نروح نشوف تقرير عن رأي الناس في العادات اللي أدمنها المصريين. يا التلفزيون بقى والأكل، المصريين بيحبوا الأكل. أي حاجة فيها دوشة أو لمة هتلاقي المصريين بيروحوا عليها. بيحبوا القهاوي. يعني المصريين بيحبوا الزيطة. الواتس والفيس. الأكل والفتي. القهاوي والقعدة على القهاوي، خروجات. القلش والاكل. اكتر حاجه بيحبها الاكل. النت طبعا، النت دلوقتي بقى ادمان كل اسره، لازم دلوقتي في خناقه بين الاب والام معانا بسبب النت اللي ماسكينه ليل ونهار ما بنسيبوش. الاكل والفتي والرغي، رغي التليفونات، رغي التليفونات كمان مصيبه من المصايب اللي بيعملها المصريين. الناس كلها في العالم بيتكلموا كلمه ورد غطاه، انت فين؟ انا جاي سلام. رحت عملت ايه؟ انا كويس مع السلامه. يعني ها لو طولوا قوي ربع ساعه، احنا من ساعه ما رخصوا الدقيقه وعملوا اليوم بيتفتح ابو جنيه وخلصت، ما بنقفلش الا لما نخلص كل الدقائق اللي مدينها لنا كادو. ورغي رغي عمال على بطاله، ممكن واحده تسيب التليفون وتروح وتيجي، واللي نقوله نعيده، ممكن نبقى قاعدين مع بعض في مكان واللي حصل احنا الاثنين شفناه ولازم نرجع تاني نتكلم فيه عادي، يعني نحكي لبعض كاننا متفاجئين. فرغي التليفونات ده مصيبه. وفي ادمان عندنا كمان، ادمان الفيسبوك. الفيسبوك ده مش ممكن تخلف تولد تتصاحب انا في ريليشن شيب دلوقتي، كل انا مالي والناس مالها والدنيا مالها، وايه التفاهه دي؟ وبعدين كل ما تخش على الفيس عندها تلاقيها دخلت من 3 دقايق، من 4 دقايق، من 8 دقايق. لا ده انت مفتحاه وماشيه بيه، ده انت ماشيه بيه في البيت، ده انت بتطبخي وماشيه بيه. طب نحط ساعات معينه لاستهلاك الفيسبوك، مش 24 ساعه، ومش لازم المجتمع كله يعرف كل حاجه عنك وعنها. طبعا ده غلط، الحياه فيها خصوصيه اكتر من كده يا جماعه. الفيسبوك ما تعملش عشان الحاجات دي. في كمان ادمان اكلات معينه، يعني المصريين بيدمنوا اكلات زي الفول والطعميه والكشري والمش والمش، بس المصري
يصحى الصبح كده ما يحسش انه فطر غير لما يفطر على طبق فول تمام وكم قرص طعميه سخنين مقرمشين يجننوا في نص رغيف عيش بلدي وشويه الديني. ترشي وانا جعانه الله. بس يعني وشويه فجل وشويه كل أو بصل او لف او بصل كده ولا بصل اخضر كده يعني المصري وعيش طازه احنا جوعنا. المصري ما يحسش ان هو حبس الفطار التمام غير لما ياكل الفول والطعميه وكوبايه الشاي. كوبايه الشاي احنا بنضرب كميه كوبايات شاي تفتح قهوه للعالم كله. تشرب شاي تشرب شاي تشرب شاي تشرب شاي. شاي كلنا بنشرب شاي ده غير الشاي ابو ياسمين طبعا بس كلنا طبيعي بنشرب شاي فبنشرب كميات شاي رهيبه يعني حتى لدرجه ان هي ممكن تتعب الناس وتجيب لهم قولون عصبي وتجيب لهم حاجات كتير قوي بس عادي هم مكملين في شرب الشاي ويقول لك اصل دماغي مصدعه ومش هيظبطها غير كوبايه الشاي. ايوه تشرب شاي اشرب شاي تشرب شاي اشرب شاي اشرب شاي. بعد ما كلنا ان شاء الله هنشرب الشاي هنطلع فاصل نشرب شاي ونرجع لكم تاني مع فقرة السوشيال ميديا. اوه نو سيلفي العائلة المالكة مش معقول معقولة يعني هي واحفادها وعروسة حفيدها وسيلفي ومن تحت وبقرون هو مرتبط بصاحبه وصاحبه بيحب الكورة فيعني بدأ يفهم يعني ايه ماتش كورة حتى الزمن بتاعه الجون يعني ده رأيي بما انك ما بتربيش كلاب ايه رايك؟ ده كان بلبسه عفريت او جن احنا عندنا هنا الحامل بس لو قلت لها مش قادره اي اول يعني الدكتور يقول لها انت حامل بصي برضه بتتكلم ده ورا ظهرها برضه بتتكلم انت حاشيه نفسك بجمله مفيده في كل حاجه اختي كانت حامل